بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا المرة اللي فاتت عند الأسد، فاكر يا أسد؟ قلنا المرة اللي فاتت خليك أسد لحد ما قبلك بكرة. النهاردة الحلقة رقم 16، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء الرحمن جل وعلا في هذه الليلة وفي كل ليلة، وأن يجمعنا وإياكم عند باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. فإذا دخل منه الصائمون أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحد غيرهم. الحقيقة ما زلنا بنتكلم عن علو همة الصبيان، الصبية الصغار. ليه؟ عشان نحفز الهمة، عشان أقول لك إذا كان ده صبي صغير وعمل كل الخير ده، أنت فين بقى؟ أنت اجتهد بقى ويلا، يعني قوم كده وانفض غبار الغفلة وقول إن شاء الله أنا مسلم وموحد، أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن أنا أبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعزاز وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل إيصال هذا الدين إلى كل إنسان على وجه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الغلام، غلام قصة أصحاب الأخدود. احنا قلنا قصة ان هو في يوم من الايام، طبعا احنا عشان اللي ما سمعوش الحلقة من اللي فاتت بنقول باختصار شديد جدا، كان في ملك، الملك دوت كان ظالم وكان بيعبد الشعب ده ليه، وكان بيقولهم انا ربكم، والناس كانت خلاص بتعود على ان هو الاله. وكان الملك ده عنده ساحر بيستخدمه في السحر وفي اعمال الشر. الساحر كبر في السن، قال له انا عايزك تجيب له غلام اعلمه السحر. جاب له غلام ذكي جدا، علمه السحر. والغلام وهو في طريقه بقى يعد على واحد راهب، راهب موحد لله سبحانه وتعالى، فكان بيقول له كلمات التوحيد الجميلة. فالغلام أحب الراهب، لما حب الراهب يعني إيه زي ما تقول حب في يوم من الأيام يتأكد ويعرف إذا كان أمر الراهب أفضل من أمر الساحر ولا العكس هو الصحيح. فيعني في يوم من الأيام هو خارج من بيته ورايح للساحر، لقى الناس واقفين في الطريق وفي حاجة معطلاهم. إيه الحاجة اللي كانت معطلاهم؟ لقى دابة كبيرة واقفة سد الطريق ومحدش عارف يعدي. وجاء في روايه الطبراني الحديث في البخاري ومسلم، جاء في روايه الطبراني ان الدابه دي كانت اسد، كانت اسد. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الغلام عمل حاجه غريبه جدا، ودي كانت كرامه من كرامات الاولياء. وهو في كرامات الاولياء طبعا بنثبت كرامات الاولياء، وده من منهج او من عقيده اهل السنه والجماعه اننا نثبت ان للاولياء كرامات. لكن الفرق بين المعجزه التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم ثلاث انواع. إرهاصة، إرهاصة بتحصل يعني هي بتبقى معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة. زي إيه؟ هندي على سبيل المثال كده بسرعة شديدة يعني. على سبيل المثال الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من أنبيائه ورسله قبل البعثة. زي إيه؟ زي قصة أصحاب الفيل لما جمع أبراهة الحبشي، أبراهة الأشرم، لما جاء حتى يريد أن يهدم الكعبة، جاء عشان يهدم الكعبة. فاللي حصل إن وهو داخل عشان يهدم الكعبة ربنا سبحانه وتعالى يسر إن طير أبابيل جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خدت بالك؟ فدي كانت إرهاصة لمبعث النبي. طب ليه؟ ما أصل أبرهة جاي عشان يهدم الكعبة، والكعبة دي هتكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجود الكعبة. وخد بالك من حاجة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. بل تعجب وأنا بشتغل في كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت على رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في عام الفيل فحسب، لا بل ولد في يوم الفيل. يعني نفس اليوم ونفس اللحظة اللي كان داخل فيها أبرهة عشان يهدم الكعبة، كان في نفس اليوم بيتولد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. من ضمن برضو الإرهاصات اللي حصلت للنبي عليه السلام، ويعني بعض الناس بتحكي إرهاصات الحقيقة يعني لا أصل لها ولم تثبت من السنة في السنة، وإن كان هذا لا ينقص من قدر النبي عليه السلام. هو النبي عليه السلام من غير لا إرهاصات ولا معجزات هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا إن إيوان كسرى مش عارف حصل له إيه، و 14 شرفة من قصر كسرى وقعت، وان نيران المجوس انطفئت، وانه نزل ساجدا، حاجات كده فهم ازاي. وهذه كلها لم تثبت ابدا في احاديث صحيحة. لكن الثابت
كما جاء ذلك في حديث رواه أحمد بإسناد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم ولا ينزل عن مرتبة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني نورا يخرج منها أضاء له قصور الشام. خد بالك دي كانت إرهاصة لما بعث النبي عليه السلام. طيب إيه الفرق بين الإرهاصة والمعجزة؟ الإرهاصة قبل البعثة، المعجزة بعد البعثة. ومعجزات النبي عليه السلام طبعا كثيرة جدا جدا، أعظمها معجزة القرآن، معجزة بلاغية، معجزة في إعجاز علمي، إعجاز بلاغي، إعجاز لغوي، إعجاز في كل المجالات في هذا الكتاب العظيم. إعجاز معجزات كثيرة جدا، نبع الأصابع من بين نبع الماء من بين أصابع النبي عليه السلام، معجزة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات التي حدث النبي عليه السلام، يسرى به في جزء من الليل من المسجد الحرام للمسجد الأقصى للسماوات العلى حتى يصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. من معجزات كثيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عنها إن شاء الله في حلقة تانية. فالشاهد في الموضوع إن 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 هذا الغلام، هذا طبعا الفرق بينهم بين المعجزة وبين الكرامة، إن الكرامة تحدث أيضا أو هي أمر خارق من العادة يجريه الله عز وجل مش على يد الأنبياء بقى، ولكن على يد الأولياء اللي هم إيه؟ الأولياء بدءا من الصحابة وانتهاء بقى آخر إنسان من أولياء الله عز وجل الموجود على وجه الأرض، يعني الصحابة وأنت بقى نازل بقى، الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى غيرهم. المهم إن الكرامة لا تكون للنبي إنما تكون للصحابة ومن تبعهم. الكرامة في حد ذاتها يا جماعة هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة لا تحدث للإنسان إلا ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وده الفرق بينها بقى وبين النوع الرابع اللي هو إيه؟ دي الخرافات التي جاء بها السحرة والمشعوذين والكلام ده كله، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس اللي بتبقى ماشية ويمسك لك التعبان ويبلعه ويطلعه ويطفي النار ببقه ومش عارف يعمل إيه ويعمل أعمال شعوذة، دي كلها ناس بتستعين بالجن عياذا بالله. فرق كبير جدا بين هؤلاء وبين الكرامات التي تحدث للأولياء. فكان من ضمن الكرامات الكرامة التي حدثت لهذا الغلام الصغير، غلام 9 سنين يا جماعة، ايدي قد كده حتة يعني صغيرة كده، فاهم ازاي؟ وقدامه أسد، فراح ماسك حتة حجر، حجر هيكون كله على بعضه قد كده، يعني هو أصلا كفه قد كده صغير، فمسك الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدب. وخد بالك هو قلبه ميال لمين؟ للراهب، ولذلك قدم الراهب في الكلام، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة، فرمى الحجر فقتل الدب. طب بالله عليك احسبها كده بالعقل، حتة حجر قد كده من إيدين الصبي الصغير ده تقتل أسد؟ هي ما تقتلوش، بس إكراما من الله عز وجل هذا الغلام اتقتل الأسد، وربنا أكرم الغلام ده بكرامات تانية. الحديث طبعا في الصحيحين، أكرمه كرامات إيه يا جماعة؟ إبراء الأكمة والأبرص والشفاء من أمراض كثيرة جدا بإذن الله، يعد على الأعمى ويسمي باسم الله ويعد إيده على عينيه ويسأل المولى عز وجل له أن يرجع إليه بصره فيعود بصره. واحد مريض يجيله فيقرأ عليه ويسمي ويسأل الله عز وجل أن يشفيه فيشفيه. سمعوا الناس عنه بقى صيته ساعة ما بين الناس، بس قال لك ده راجل بقى، ده شاب صغير ولا طفل صغير وليه كرامات ما شاء الله. فمين ضمن بقى الناس اللي سمعوا؟ جليس الملك اللي هو بلغة العصر مساعد الـ 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 أو نائب الرئيس مثلا، واخد بالك؟ سمع بالموضوع ده. الراجل ده كان إيه اللي حصل له؟ كان عمي بصره، فقد نعمة البصر، فقعد يبحث عن علاج يمين وشمال مش لاقي، سمع بهذا الغلام فرح جايبه وقال له: ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا اللي انت شايفها في القصر دي كلها، أنا جمعتها لك بس بشرط ترد لي بصري. فالغلام استثمر اللحظة ديت في انه يدعو الى الله. هو على فكره كان اي حد بيجيله، شوف بقى الهمه العاليه لغلام صغير زي ده، كان اي حد يجيله يطلب منه اي طلب يقول له: بشرط تؤمن بالله، لو امنت بالله ادعو الله عز وجل ان يشفيك فيشفيك، يقول له خلاص. فكل اللي جاله امن بالله سبحانه وتعالى. فلما جاله جليس الملك قال: انا لا اشفي احدا وانما يشفي الله، الله هو اللي بيشفي، فان امنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك. فقال هذا الرجل جليس الملك: آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. فمر الغلام أمر يده على عين هذا الرجل الجليس الملك ده، فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى وعاد إليه بصره. أقرب جلسة لي مع الحاكم بقى كان مثلا بعد 2 أو 3 ساعات، فكان كل مرة بياخدوه بإيده كده ويوصله لحد الكرسي
المرض داخل مفتح ما شاء الله ومبتسم وفرحان ان ربنا رد له بصره، فدخل فقال له الملك: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: الله، ألك رب غيري؟ انت بتعبد حد غيري يا ابني ولا ايه؟ فاهم ازاي؟ فقال: اجل، ربي وربك الله. فرح واخده معذبه. الله، ده كان جليس الملك، ده حبيبك. ايوه، ما هو مالوش عهود، فاهم ازاي؟ هو مصلحته بس. مسك جليس الملك وقعد يعذب فيه لحد ما دل على مين؟ دل على الغلام. والغلام يعني راح دل على الراهب. الملك ذكي في الحته دي بس، انما هو ما كانش ذكي في كل الموضوع. عمل ايه؟ قال لك بس اقطع بقى، بالنسبه له هو بلغته اقطع الراس بقى نفسها. مين اللي علمهم كل ده؟ هو الراهب. قال له: تعالى، انت هترجع عن دينك ولا مش هترجع؟ قال له: مش هرجع. راح جايب المنشار وامر الراجل اللي عنده الجلاد ولا الجزار ولا بتاع، وشقه نصين نصين. شوف العذاب، من مفرق راسي لحد تحت شقه نصين. وراح جايب جليس الملك قال له: ترجع عن دينك ولا ما ترجعش؟ قال له: مش هرجع. قال له: خلاص. وراح شقه برضه كمان نصين. جاب الغلام بقى ما شقوش نصين. ليه؟ لانه لحد اللحظه ديت عنده امل كبير ان الغلام الذكي النبيه النابغ دوت يفضل دراعه اليمين. فقال له: ترجع عن دينك؟ قال له: لا. فرح منادى على الشرطه بتاعته الملك، قال لهم: خدوه طلعوه فوق الجبل، فان رجع عن ديني وعبدني من تاني فخلاص سيبوه، وان لم يرجع ارموهم فوق الجبل. طلعوا بيه فوق الجبل. شوف همه الصبيان عامله ازاي يا جماعه، شوف الثبات، شوف دروس عاليه جدا في ان هو ثابت على دينه. يعني النهارده ممكن واحد كبير في السن، واخد بالك، يعني مش هقول لك بقى مع اول فتنه، ده مع اول قلم يقول له: خلاص سلمنا، وبعضهم من غير قلم يقول له: والله ما تتعب نفسك، انا خلاص يعني حبيبك يعني، فاهم ازاي؟ وده بيفكرني بواحد من الائمه بتوع السلف زمان، كان دمه خفيف جدا حتى في عز البلاء. في يوم من الايام دخلوه السجن، اتعذب عذاب شديد جدا في السجن ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين في النهايه من شده العذاب قعد على الارض. فالراجل السجان قال له: ارجع للزنزانه بتاعتك. قال له: مش قادر. فراح جايب واحد عسكري من عنده وقال له: شيله ودخله وديه الزنزانه. فشال الامام فوق كتفه عشان يوصله الزنزانه. فالامام في عز العذاب ده كله يعني دمه خفيف يعني. فاول ما لقى بص كده لقى نفسه فوق العسكري ده من فوق كده، فراح باصص له قال ايه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. واخد بالك؟ صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فالمهم فجاء الغلام اول ما قالوا له: هترجع عن دينك ولا مش هترجع؟ قال له: مش راجع. فلسه هيرموه من فوق الجبل، فراح عمل ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف الادب حتى لما بيجي يطلب من ربنا، ما ممكن يقول له: يا رب اعمهم، يا رب، يا رب شلهم، يا رب. لا، ما قالش كده. عمل ايه؟ قال: اللهم اكفيهم ايه؟ بما شئت، باللي انت عايزه، انا ماسك فينا شرهم. فارتجف الجبل. العقل هنا بيقول ايه؟ الجبل اتهز. طب ولما اتهز مين اللي يقع؟ طبعا الصبر، لانه صغير مش هيقدر يمسك، انما الرجاله ممكن يمسكوا. لا، ده اللي حصل، العكس بقى. ارتجف الجبل فسقط الرجال وبقي الصبي. يا سبحان الملك. اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قابل للتفاوض؟ لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا سبحان الله، لجأ لله سبحانه وتعالى فنصره الله. الغلام ده انت لو مكانه تعمل ايه؟ اجري بقى وفر بقى، ما خلاص بقى الحمد لله فكيت. لا، رجع للملك. طب وايه اللي رجعه للملك؟ ما هو عايز يقتله، انا عارف، بس هو عنده قضيه تانية، عنده هم كبير، راجل عنده همه عاليه. هو مش عايز بس يعيش وبس لنفسه. هو اسلم والحمد لله ولعل وعسى يكون من اهل الجنه، لكن هو مش دي مشكلته. مشكلته ان قلبه بيتقطع على الناس اللي بتشرك بالله وبتعبد الملك من دون الله. ازاي اكون عايش في مكان الناس دي بتعبد الملك وسايبه ربنا، سايبه ملك الملوك جل جلال؟ لا، ما اقدرش. ده انا لو هموت واصحى تاني واموت الف مره بس عشان الناس دي تعبد ربنا، لازم اضحي بنفسي. رجع للملك. الملك اول ما شافه استغرب، قال: اين اصحابك؟ فين الناس اللي كنت بعتها معاك، يعني الشرطه وكده؟ قال: كفنيهم الله عز وجل. فقال له: ترجع عن دينك؟ قال له: مش هرجع. راح جايب شرطه ثانيه، قال لهم: ركبوه قركور، اللي هو ايه؟ مركب صغير، وتوسطوا به في البحر.
وأمروه أن يرتد عن دينه، فإن رجع فبها ونعمة عين، وإن لم يرجع ارموه في المية وخلصوا بقى. فاهم إزاي؟ فخدوه في المركب ووصلوه لحد وسط البحر، قال له ها ترجع عن دينك؟ قال له مش راجع. طب لسه هيرموه؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز المركب فسقطوا جميعا وعاد الغلام. خد بالك بقى من الحتة الأخيرة دي، ده المشهد الأخير. يدخل الغلام على الملك فيتحول من مأمور إلى آمر. إيه؟ من مأمور إلى آمر؟ ده غلام صغير 9 سنين، وده ملك، مش 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 كمان أكبر منه في سن، ده ملك، ملك ملك بلد. خد بالك يعني ممكن يعمل فيه اللي عايزه، بس مش هيكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. أنت عايز تقتلني؟ والله ما هتقدر تقتلني إلا لما تعمل اللي أنا هأمرك به. يا الله، غلام 9 سنين يتحول من مأمور إلى آمر، عزة 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 كبيرة سبحان الملك. فقال له ما هو؟ خلاص الملك بقى يئس منه، قال لك ده لا هينفع اشتغل معايا ولا بتاع، وهيعمل لي مشاكل في المملكة بتاعت، أنا أخلص منه. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد. شوف بقى الحتة اللي كان الملك ماهيش إيه، ما هوش ذكي فيها، أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصلبني، تصلبني على جذع نخلة كده ولا أي حاجة، ثم تأخذ سهما بس مش من أي حتة، من كنانتي بتاعتي أنا، وتضع السهم في كبد القوس وتقول والناس جميعا يسمعون بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك ستقتلني. قال له طيب. أمر الوزراء جمعوا لي كل الشعب، عايز الشعب كله موجود، وجمعهم في ساحة كبيرة ووقف. وطبعا الشعب عارف ان الملك حاول مرة واثنين وثلاثة انه يقتل الغلام، ومش عارف، ملك مش عارف يقتل الغلام. فلما اجتمعوا صلب الغلام وراح ماسك، وطبعا الشعب كله بيحب الغلام، ياما كان سبب في شفاء فلان وفي رجوع بصر فلان وحاجات كتير يعني. فراح واخد سهم من كنانة الغلام ووضعه في كبد القوس، وبأعلى صوته سمع الناس كلها قال بسم الله رب الغلام، ضرب السهم فوقع في صدغ هذا الغلام الصغير فقتل. فالشعب قالوا الله، إذا كان الملك اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل الغلام، ولما خد السهم وقال بسم الله رب الغلام قتله، يبقى السر بقى فين؟ عند رب الغلام. فقام الشعب جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. خسر ايه الغلام؟ خسر نفسه ومات شهيد، لكن في المقابل أمة كاملة أسلمت وآمنت ووحدت الخالق جل جلاله. ما كان منه إلا البطش، الناس الوزراء والحاشية بتوعه قالوا له إيه اللي أنت كنت فيه دوت ده، يعني طبعا قمة الغباء اللي هو عمله ده، لأنه لو ساب الغلام يدعو إلى الله ده هيستجيب وده هيرفض ومش عارف إيه، إنما الآن الأمة كلها أسلمت. فقال إيه اللي عملته ده؟ قد وقع ما كنت تحذر، أنت كنت خايف 5 6 يسلموا كله أسلم. فعمل إيه؟ راح خد الأخاديد وراح جمع الشعب كله بقى. خد الأخاديد في مفارق الطرق، محدش عارف يهرب. كل المداخل والمخارج بتاعت البلد فيها أخاديد حفر، وولع فيها النار. وأي حد يجيبه بقى، ها تكفر ولا؟ قال لا مش هكفر، ارمي في النار، ارمي في النار. رموا الشعب كله، لأن الشعب كله رفض إنه يكفر وآمنوا بالله جل وعلا. حد موصل حد آخر امرأة كان على صدرها طفل صغير بيرضع، فلسه هترمي نفسها في النار، صعب عليها طفلها الصغير فوقفت. فثبتها الله عز وجل وأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل الصغير وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها وطفلها في هذه النار لتكون لهم بردا ونعيما وجنة بفضل الله جل وعلا. وفي هؤلاء نزلت سورة البروج. سبحان الملك، شفت قد ايه غلام صغير، صبي صغير، شفت قد ايه همته وصلت لمرحله ان هو يضحي بنفسه وحياته وكل حاجه علشان امه كامله تؤمن وتسلم لله جل وعلا. تعالوا نشوف بقى في زمن الصحابه ونشوف ايه الهمه العاليه اللي كانت موجوده عند الصبيه في زمن الصحابه. من اول هؤلاء علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب يا جماعه اول من اسلم من الصبيان على الاطلاق، إن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلمت من النساء أمنا خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة.
لكن أول من أسلم على الإطلاق قبلهم كلهم خديجة، أول واحدة رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبية، النبي عليه الصلاة والسلام بعث يوم الاثنين، علي بن أبي طالب صلى مع النبي يوم الثلاث صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب الذي بذل كل ما يخطر وما لا يخطر على بالك لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاية به كفاية بس ليلة، ليلة من ليالي علي بن أبي طالب، الليلة التي نام فيها مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. طبعا كلكم عارفين ليلة الهجرة واللي حصل في ليلة الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده أمانات كتيرة جدا لأهل قريش، وده يعني من ضمن الأمور التي تطيش منها العقول. ناس دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي، شتموا النبي، آذوا النبي، ألقوا سلى الجزور على ظهر النبي، ورموا التراب فوق رأس النبي، اتهموه بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما حد منهم يعوز يشيل أمانة من الأمانات الغالية عنده ما يشيلهاش إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل حاجة زي كده. ولذلك لما يسأل أبو جهل ماذا تقول في محمد، يسأل واحد كده بينه وبين واحد صديقه يعني، ماذا تقول في محمد، يقول إنه الصادق الأمين، إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني هل تتخيل مثلا لو أبو جهل عنده أمانة ممكن يروح يشيل عند أبو لهب؟ يعني ده مش هيحصل هنا خالص، واخد بالك؟ ولا أبو لهب يروح يشيل عند أبو جهل؟ يعني هما الاثنين يعني ياكلوا مال الغلابة. إنما يشيل عند مين؟ رغم أنه بيعادي النبي عليه الصلاة والسلام ما يشيلاش إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب عارف يقينا إن هم عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هم فعلا عملوا الاستشارة بتاعتهم الشيطانية اللي كانت في دار الندوة، واجتمعوا جميعا على رأي أبي جهل. إبن احنا نجمع من كل قبيلة شاب فتي جلد ذو نسب وحسب، وفهم ازاي، وناخده ونجيبه ونعمل له السيف نولعه على النار لحد ما الحديد يحمر ونغمسينه في السم يصبح السيف مسموم. مش هيحتاج بقى لا يقتل من الرقبة ولا يقتل من الراس، مش محتاج. لو ضربه في أي حتة في صباع ايديه في صباع رجليه هيتسم الجسم ويموت في ساعتها. فقالوا نجمع كل شاب من كل قبيلة شاب واحد ونجيبهم كلهم يخشوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتلوه بضربة رجل واحد، فتتوزع ويتقسم دمه بين القبائل. فلو حبت بني هاشم عشان تقوم يعني تحارب كل القبائل ما تقدرش، ففي الوقت ده هتضطر انها تعمل ايه؟ تقبل الدين. دي كانت فكرة شيطانية لأبي جهل. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جه بقى لعلي بن أبي طالب قال يا علي نم مكاني، نم مكاني. طب ما ممكن ما ينامش مكانه، أصل النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون في واحد بيأدي الأمانات ديت لكفار قريش، لأن لو واحد من قريش دخل وشاف الأمانات دي هياخدها لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز واحد يوصل كل أمانة مكتوب عليها اسمه يوصلها لمين؟ لصاحبها. مين اللي يأتمنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل الصحابة، لكن هو عايز علي بالذات، علي هو اللي يقوم بالمهمة دي. فقال له علي نم مكاني وتسبج ببردي فإنه لن يصل إليك مكروه. طب وحتى والله العظيم لو قال له سيصل إليك مكروه، هل علي بن أبي طالب كان هيرفض؟ ده محال إنه يرفض، ده يتمنى انه يتقتل مكانه. ورغم ذلك نام علي بن ابي طالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المشركون وكشفوا وجه علي وعرفوا ان هو علي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقرا وجعلنا بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، واخذ من تراب الارض والقى فوق رؤوسهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكه الى المدينه صلوات ربي وسلامه عليه. يعني اشوف علي بن ابي طالب نام وقلق ليله فأقر الله عز وجل فراشه ببنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي من فاطمة. وكان لها قصة جميلة جدا رواها الإمام أحمد بسند حسن بشواهدي، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الهجرة مباشرة جه في يوم، طبعا علي بن أبي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل يوم بيخش عنده. في اليوم ده بقى بالذات وهو داخل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال في اليوم ده هفاتح النبي في إن أنا عايز فاطمة. خد بالك، شوف بقى فراسة النبي صلى الله عليه وسلم والشفافية الجميلة اللي عنده. أول ما شافه قال يا علي أتريد فاطمة؟ قال أجل يا رسول الله. يعني إيه؟ ودي أول مرة علي كان ناوي يتكلم يعني. قال أجل يا رسول الله. قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال له ما أنت عارف يا رسول الله ما فيش طبعا يعني. قال أين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة. قال أتيني بها. فجاءه بدرع، درع مكسورة، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد إيه التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب دائما على الزواج، ويحض أولياء المرأة على التيسير، تيسير الزواج حتى لا تنتشر الفاحشة، وحتى يعم الخير في المجتمع ويكون المجتمع نظيفا طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع علي بن أبي طالب يقلق ليلة، فربنا يكر عينه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكر عينه أيضا بأنه ينجب منها بفضل الله سيدة شباب أهل الجنة، يتزوج من سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وينجب منها سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب خاض المعارك ويعني والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل صناديد الكفر، قتل عمرو بن عبد ود ويعني وقتل عتاولة الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، وبذل جهدا عظيما جدا في نصرة هذا الدين العظيم، فرضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وما زال الكتاب مفتوحا حتى نلتقي.